تحية طيبة. شهد عام 2021 العديد من الأحداث العالمية التي خطفت الأضواء وهيمنت على الساحة الإعلامية، منها السياسي، الاقتصادي، الصحي، الرياضي والإنساني. وفي حين كان فيروس كورونا واللقاحات المضادة له الحدث الأبرز المستمر والممتد والمتصدر والذي حظي باهتمام كل سكان الكرة الأرضية، استطاعت أحداث سياسية واقتصادية بعينها أن تأخذ منه هذه الصدارة والاهتمام. في الحلقة الأخيرة من المنصة لهذا العام أحاول أن أقرأ مع ضيوفي أهم تلك الأحداث وأبرزها لجهة تأثيرها على المنطقة العربية واستقرارها وأمنها واقتصادها أيضا، والأهم مستقبلها. أرحب بالدكتور بسام أحمد، عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين وأستاذ القانون الدولي. أهلا ومرحبا بك. صباحكم. يا أهلا. لقاء معكم. يا أهلا ومرحبا. ومن دمشق أرحب بالإعلامي والمحلل السياسي الدكتور فايز صايغ. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا، يسعد صباحك. صباح المستمعين. أهلا. ومن مصر وعبر السكايب المحلل السياسي وأستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد. أهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام وبكل أهالينا في الإقليم الشمالي. أهلا ومرحبا. طبعا أبدأ بداية هذه الحلقة مع هذا التقرير لو سمحت، ومن ثم نبدأ الحوار. بدأ هذا العام 2021 باقتحام المتظاهرين الأمريكيين لمبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية، مما عطل تصديق الكونغرس الأمريكي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي اعتبره المراقبون أنه أول محاولة انقلاب في تاريخ أمريكا. وفي العشرين من ذات الشهر تم تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة جون بايدن. وفي 26 من مايو جرت الانتخابات الرئاسية السورية، وأعلن الدكتور بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية وسط ضغوط عالمية، فيما تميزت الانتخابات بإقبال شعبي داخل سوريا وخارجها منقطع النظير. في 10 أغسطس سيطرت حركة طالبان على أفغانستان ليتقدم السؤال عن مستقبل العلاقات الصينية والهندية والإيرانية والباكستانية مع أفغانستان طالبان، ومن الرابح والخاسر بين هذه الدول. وفي هذا العام برز النزاع الروسي والأوكراني على خلفية تهديد الحلف الأطلسي للأمن الروسي. في هذا الشهر من هذا العام استؤنفت في فيينا المفاوضات غير المباشرة حول الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي السياسة لا حدث منفرد بتأثيره، فالأحداث متعاقبة ومتشابكة لا تفصلها إلا النتائج. أهلا ومرحبا بكم من جديد. أبدأ معك دكتور بسام، يعني بالإطار العام للحلقة، بداية توافقنا فيما اخترناه من أهم الأحداث، وبالتعريف ما هو الفعل السياسي الأكثر تأثيرا؟ نعم، الحقيقة الأحداث الدولية لا يمكن فصلها في الوقت الراهن، ففي عصر اليوم وفي ظل راح نسميها الهيمنة الأمريكية القطب الواحد، يعني من سمات العلاقات الدولية تعقيد والتشابك مثل ما حكينا بالتقرير. فالعلاقات الدولية متشابكة ومعقدة، انه كل حدث يجري في العالم لابد ان يؤثر في مكان اخر، والدول الحقيقة بتعتمد على بعضها في
يعني أصبح فعلا العالم مهما حاولنا قرية كونية بشكل أو بآخر. هذه نتيجة ثورة الاتصالات ونتيجة التقدم التكنولوجي ولكن هالثورة هذه نحن بدنا نستغلها بما ينسجم مع مصالحنا وليس كما يتبناها القطب الواحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية. فعندما نقول أحداث، هل يمكن فصل الأحداث هي كمحطات خلال السنة أو السنوات المنصرمة؟ الحقيقة ممكن نبدأ بأي حدث، كل حدث له امتدادات تانية وتشعبات وتفاعلات وتشابكات، بمعنى أنه يعني أي حدث يجري في العالم سيؤثر على دولة ثانية بكيانة الإقليمي، بمستواها الاقتصادي، بسيادتها، فالأحداث متشابكة في اعتمادية دولية، وبالتالي أي حدث نبدأ منه صحيح لأنه لا يمكن عزل أي حدث عما يجري في المنطقة. لا يمكن، لأنه المصدر القطبي الواحد هو أمريكا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية معروف بعد نهاية الحرب الباردة، يعني كل حرب تفرز نظام دولي. بالحرب العالمية الثانية أفرزت نظام ثنائي القطبية، كان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ظهروا كقوتين يعني عالميتين وتنافسوا أثناء الحرب الباردة، فكان نظام ثنائي القطبية. بانتهاء الحرب الباردة 91 ظهر نظام القطب الواحد بشكل أو بآخر، وحاولت أمريكا حقيقة تهيمن على العالم من خلال هالقطب، ترسم سياسات دولية، تغير الخريطة الدولية وتحط أولويات للعالم وفق أهدافها، وغايتها كانت الهيمنة والقضاء على كل منافس، يعني بدها تستخدم كل الوسائل. فبالتالي انه السيطرة على العالم من خلال الفعل السياسي اللي نحن هلا رح نقرا احد اوجهه. بدي اتوجه مباشرة للدكتور محمد في مصر. دكتور، ب 6 يناير باول حدث، نحن طبعا نحن رح نتابع الاحداث، رح ناخذها وفق تواريخها وليس اهميتها. في التواريخ، في 6 يناير اقتحم مناصرو ترامب مقر الكونغرس الأمريكي. هذا الحدث في حينه دكتور فرض أسئلة لم تكن بالحسبان حقيقة، من قبيل هل تكرر الربيع العربي في أمريكا، خاصة عندما قال بايدن لترامب الآن. طيب، هالأسئلة كانت في حينها، لكن الملاحظ وبعد أشهر، أي بعد مضي أشهر، ما زالت تتردد لكن بصياغة أخرى، كما حذر أحد صحفي نيويورك تايمز مثلا عندما قال انتبهوا إلى جذوة الفعل ولا تهملوه. ماذا تقول في هذا الشأن دكتور؟ يعني خلينا الأول في البداية أرحب بي يعني دكتور بسام، وخلينا بس نشتبك في جزئية الخاصة بي، أن هذه الأحداث العالمية أحداث نتيجة أن هناك قطب أوحد في العالم، وبالتالي تتمركز كل هذه القضايا. أنا بشوف أنه خلال يعني العشر سنوات الأخيرة يعني الوضع لم يعد وضع القطبية الواحدة الذي استمر لمدة عقدين من مطلع التسعينيات وحتى مطلع 2011. أنا أعتقد أنه العالم الآن يتجه للتعددية القطبية، ويعني هناك يعني أكثر من طرف، ولعل أزمة كورونا أوضحت هذا، ويعني التفاعلات والقضايا الإقليمية حتى منها القضية السورية، منها القضية الليبية، منها يعني قضايا القضية الإيرانية، كل القضايا الموجودة والعالقة الآن، نجد حتى القضية الأوكرانية والقضايا الأخرى المرتبطة، القضية الأفغانية، كل هذه القضايا في أكثر من طرف وفي أكثر من قطب يشتبك فيها، وبالتالي لا يمكن أن نعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الآن قطبا أوحد. نذهب من جديد في اتجاه التعددية القطبية، لكن نعود إلى السؤال الخاص بالحدث الأول. طبعا الحدث الأول كان حدثا مهما، وحدث يعني أحدث زلزال لدى الرأي العام العالمي، لأنك تتحدثي عن الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يحدث داخل أكبر دولة يعني من قلاع الديمقراطية التي تصدر للعالم كله أنها دولة ديمقراطية، يحدث بها مثل هذه الفوضى ويتم اقتحام يعني الكونغرس بشكل كان مريبا، والتصريحات المتتابعة لأنصار يعني الرئيس السابق ترامب، وهو نفسه تصريحاته هو نفسه
وتهديداته بأنه لن يترك موقعه ومقعده في البيت الأبيض كانت سابقة على اهتزاز حالة الديمقراطية وانهيارها، وأن أنها ديمقراطية وهمية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر للعالم شيء في حين أنها في واقعها يعني الداخلي لا تستطيع أن تطبق هذه يعني الشعارات التي تتحدث عنها، عن فكرة الديمقراطية وعن تداول السلطة وعن أن لا توجد ضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية ولا على السياسة الأمريكية. لا، هناك ضغوط داخلية وهناك جماعات ضغط بالداخل وهناك فوضى عارمة وهناك تزوير للانتخابات وهناك تعتيم على فكرة الديمقراطية بشكلها الحقيقي. أعتقد أن كل ده أو كل هذه الأحداث برزت عبر ما تم في هذا اليوم اللي هو في مطلع العام 2021، وبالتالي كان حدث بالفعل غير كتير من المفاهيم لدى الرأي العام المصري والرأي العام العربي والرأي العام العالمي. هنا أتجه للدكتور فايز، هل تتفق مع ما تفضل به الدكتور محمد بأنه مؤشر، ما جرى أنه مؤشر لفشل الديمقراطية الغربية؟ مسألة الديمقراطية الشعار المطروح في يعني في قوى عالمية الآن تتجه إلى فضح شعار الديمقراطية الذي رفعته الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد أن اقتحم أنصار ترامب الكابيتول وهددوا أعضاء الكونغرس. هذا الحدث، هذا الحدث اللي مر الذي مر بسرعة، وحاولت الماكينة الإعلامية الأمريكية أن تقفز فوقه وأن تفتح أحداث أخرى لتغطي عليه، لكن عمليا أظن أو يعني أعتقد وأظن الاعتقادي إيمان أن 2024 موعد استحقاق الرئاسة الأمريكي القادم سوف يكون يعني يحمل مفاجآت دراماتيكية، سواء كان على الصعيد المحلي الأمريكي أو على الصعيد الإقليمي في المنطقة الأمريكية أو حتى على صعيد العالم، لأنه سقط مفهوم الديمقراطية الذي رفع شعارا لاضطهاد الشعوب وتوزيع الأوسمة على هذه الشعوب بمقدار ولاءها للخط الأمريكي والصهيوني العربية أو لا، أو الشعوب التي تمردت على هذا الخط ودفعت ثمنها ونحن منها. مسألة يعني قياس الأحداث يرتبط كثيرا ليس بما حصل، بما حصل هو مؤشر، لكن يرتبط بتداعيات هذا الحدث على ما يمكن أن يحصل ويبنى عليه في المستقبل، ومنه هذا مسألة الديمقراطية الأمريكية والتي ستدخل في امتحان خطير في 2024. استعدادات ترامب قائمة لين نهارا على قدم وساق، يعتقد أن جو بايدن اختطف النصر وهو ترامب اختطفه الجمهوريين، وبالتالي كل ما بني عليه يعتبر خاطئ. كما أن بايدن حاول يعني أن يوحي أن كل ما قام فيه ترامب باطل وبدأ يصوب المسار. إذا بين رؤيتين متناقضتين في نظام سياسي واحد، مبدأ الديمقراطية والقبول بالديمقراطية وبالاقتراعات، حتى العراقيين اللي يعتبروا من دول العالم الثالث أقروا فيما أقرت المحكمة الدستورية الدولية من أن الانتخابات رغم ما شابها بشواذ فهي ديمقراطية، احتراما الديمقراطية أفضل النتائج. هذا الأمر في أمريكا ما حصل، يعني لم يعترف الرئيس بايدن، رئيس ترامب بفوز بايدن، وبالتالي بنى بايدن مجده على ألغاء ما اتخذه ترامب، وسوف إذا كانت مثلا ستعود مرة أخرى سيلغي الآخر. إذا الديمقراطية التي تصدرونها للعالم ليس صحيحا أنكم تعد ديمقراطية، سياسات تخدم بالنهاية الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية الغربية
التي من مهامها الرئيسية، عاشت أصلا مو من مهامها الرئيسية، هي تعتاج على خيرات الشعوب وثروات الشعوب وكيف يعني كيف تصادرها بطريقة أو بأخرى. نعم دكتور بسام، يعني هذا ما شهدناه يعني هو فعل حطم قيم، قيمة كانت الناس تتغنى فيها، ومثل ما تفضلوا الدكاترة أنه قيمة عليا بدها تصدرها وبقوة السلاح على بلداننا، وهي نحن بدنا نستغلها لصالح يعني أنه نستغل هالقيمة اللي هي غير حقيقية، بدليل أنه ضمن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في تمييز عنصري، شفنا كذا حدث ضد السود، حتى الانتخابات لم تكن ديمقراطية بدليل لم تكن يعني متكافئة أو على قدر المساواة، بدليل أنه أنصار ترامب كيف قاموا بالأحداث اللي استعرضناها. فأنتوا كيف بدكن فتنظيم المجتمعات البشرية؟ ما في نظام في الدنيا ديمقراطي ديكتاتوري بين بين، مهما كان ما في نظام يمكن تصديره، لأنه هذه إنه تنظيم المجتمعات البشرية من 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 أصعب يعني إنه شغلي لا يمكن التحكم فيها. أي نظام في الدنيا قد يكون جاهز في مرحلة ما كتنظيم يعني كقيم دستورية ديمقراطية أو غيرها، ولكن الشعوب تسعى لوضع آخر، بدليل أنه ليست هي في أولويات تماماً، أنه لا ليست الديمقراطية هي يعني كما يدعون بالغرب طبعاً، أنه هي القيمة الحقيقية اللي ممكن تعميمها، بدليل أنتوا ضمن أمريكا في شعب أمريكي رافض هالقيم الديمقراطية اللي هي هنن ما مقتنعين فيها، فكيف بدكم تعمموها؟ هي حجة ضدهم هنن دليل من أرضهم، فبالتالي ما في تنظيم سياسي بالدنيا أو قيمة دستورية ممكن تعميمها. كل شعب له قيمه له ثقافته له ايديولوجيته، هو اللي بدليل حتى ديمقراطي يكون مشكوك في امره، هالديمقراطيه الليبراليه لوين وصلتكم للتمييز؟ لا. وبالتالي ايضا بدنا نعرج على كلام الدكتور محمد انه عم بيقول انه الهيمنه ظهرت قوى اخرى، يعني القطب الواحد انهار لانه ظهور قوى اخرى نتيجه الازمات، والازمه السوريه الحقيقه هي انتقلنا اللي فرزت تماما فرزت نظام دولي جديد وهو تعدد القوى، وشفنا انه الفيتو المزدوج والحضور الروسي طبعا مو بس الروسي الصيني، يعني تعدد القوى واكثر من قطب واحد، ولكن لانه هن حاولوا الابقاء على القطب الواحد والهيمنه، ونحن القيم الامريكيه والقوه الامريكيه والامبراطوريه، ما نحن بدنا نعمم كل ما يلزم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، والعالم بده يمشي على هداي. فهون صار ما يقول انه منازعات اقليميه هي تدخلت فقسمت العالم على قوى شر وقوى خير، وقوى دول مارقه ودول ناجحه، فهي نتيجه فشلها يعني قسمت العالم، فمنازعاتها نتيجة هي هيمنتها يعني عدم قدرتها على التحكم بالهيمنة، فقسمت البشرية تتخلق نزاعات يعني المنازعات وكانت الارتدادات يعني ما نلصالحها بأنه يعني ظهرت قوى تماماً. تفضل. من متفرعات القطب الواحد يعني زهور. الإشكالات اللي عم بتصير هي قسمت البشرية وعملت أعداء، لأنه هنن ما نن منسجمين والله حسب قيمها، ما بيرضخوا للمطالب هلأ الأمريكي. في ناس في يعني مراقبين بيقولوا أنه نعم وصلنا لهالنتيجة لكن بسبب تراجع القوة الأمريكية، وهذا يمكن نحن نبحث فيه الآن. نعم. بدي أتوجه نعم. بالسؤال للدكتور محمد طبعا بمحور آخر منضل فيه، المحور الثاني لو سمحتوا، انه الحدث الثاني هو الانتخابات الرئاسية السورية ب 26 ايار. دكتور محمد، جرت الانتخابات الرئاسية السورية واعلن السيد الرئيس بشار الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية لولاية رابعة لسبع سنوات. طيب دكتور، بعد تحالف 80 دولة ضد سوريا ومحاولة إسقاط المؤسسات في سوريا، جرت الانتخابات وبإقبال شعبي منقطع النظير في الخارج قبل الداخل، بعد مضي هذه الأشهر هل تقرأ نتائج معينة سياسية جاءت على أثر هذه الانتخابات في الخارج؟ طبعا اعتقد انه الخارج تغيرت مواقفه تماما، شايفين يعني قوى العدوان على سوريا تتراجع، الذين يعني خاضوا الحرب الكونية على سوريا على مدار 10 سنوات
الماضية بدأوا الآن يتراجعوا عن مواقفهم. بعض الدول العربية التي انخرطت في العدوان ومولت هذه الحرب، ومنها دول الخليج التي مولت هذه الحرب الكونية على سوريا، تتراجع ودورها يتراجع، وبدأت تهرول تجاه دمشق بعد كل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري والدولة العربية السورية والصمود الأسطوري للشعب العربي السوري. أنا أعتقد أن يعني كمان تكاتف الشعب والجيش وراء القيادة السياسية الممثلة في الرئيس بشار الأسد وإعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد يعني بشكل أبهر العالم أجمع، سواء كانت الانتخابات في الخارج شفنا الـ يعني الإقبال غير المسبوق على السفارات السورية في الخارج، ثم الحشود. أنا حضرت يعني مشهد الانتخابات السورية، حضرت يعني كنت موجود أثناء إجراء الانتخابات وشفت بعيني كيف استطاعت الجيش العربي السوري والشعب العربي السوري أن يسطر ملحمة جديدة أثناء الانتخابات، بأن قام الشعب بالتوافد على صناديق الاقتراع لإعادة انتخاب هذا القائد الذي بالفعل استطاع أن يعني يحقق انتصارا حقيقيا وصمودا حقيقيا ونجاحا حقيقيا. أنا أعتقد أنه الآن شايفين المعادلة تختلف على المستوى الإقليمي والدولي. كل قوى العدوان على سوريا يعني بدأت تتراجع، شفنا كثير من العواصم العربية تهرول تجاه سوريا وتحاول أن تتواصل مع قيادتها السياسية، شايفين حتى دعوة الجامعة العربية، الجامعة العربية تطالب بعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، وشايفين الجزائر التي ستستضيف القمة العربية القادمة يعني رئيسها عبد المجيد يعني يطالب ب عودة سوريا لمقعدها، ويطالب بالدول العربية بأن تدعم عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. أنا أعتقد أن كل ده نتيجة لانتصار سوريا الحقيقي على الأرض. الانتصارات الميدانية هي التي يعني فرضت على الواقع السياسي تغييرا حقيقيا، ومن ينتصر في الميدان حقيقة يستطيع أن ينتصر على طاولة المفاوضات. وإحنا شايفين على الرغم من الحصار الاقتصادي الرهيب، على الرغم من كل التضييق، على الرغم من العقوبات الاقتصادية، على الرغم من أن لا زالت قوات أجنبية سواء يعني القوات الأمريكية أو القوات التركية موجودة في الشمال السوري، ولا زالت بعض الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي كانت تحارب بالوكالة لا زالت موجودة على الأرض العربية السورية في إدلب، إلا أن كل هذا لم يعني يؤثر على الموقف العام بأن سوريا ستحرر كامل أرضها، أن سوريا ستخوض يعني خلال المرحلة الماضية القادمة المعركة على نفس المستويين، مستوى الميداني بتحرير كامل التراب الوطني كما قال الرئيس بشار الأسد، والجلوس على طاولة المفاوضات وقبول كل من يحاول أن يقترب من سوريا أو يتقرب إلى سوريا أو أن يلغي الخصومة السابقة ويأتي مهرولا تجاه دمشق. تحتضن الجميع وسوريا تحتضن الجميع والقيادة السورية تحتضن الجميع وقادرة على العبور من الأزمة وحل الأزمة والوصول في يعني عام 22 بإذن الله لحلول نهائية لهذه الأزمة التي استمرت لأكثر من 10 سنوات إن شاء الله. أبقى في الانتخابات دكتور فايز، فوز السيد الرئيس بشار الأسد بالانتخابات وقبله إجراء الانتخابات اعتبره مراقبون أنه أظهر حدود السياسة الأمريكية في سوريا، بمعنى أنها لا تستطيع التأثير على العقل السوري وعلى خيار الفرد السوري. على فكرة خلال السنوات العشر الماضية هي سنوات مؤامرة على سوريا، واللي ما بدي أنا أعيد يعني كثير من الأفكار اللي حكاها بلتك من مطر هي أفكار جيدة. عموما خلال العشر سنوات الماضية كثير كان في محاولات
أن يعني أن تعطل القوى الخارجية الاستحقاقات الدستورية الداخلية، بمعنى انتخابات مجلس الشعب، انتخابات الرئاسة، انتخابات الإدارة المحلية، الخطط التنموية، إعلان حالة الاستنفار مثلا أو الأحكام العرفية أو غير ذلك. الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور جميعها تمت في مواعيدها المحددة كما رسم كما جاءت في الدستور السوري. لذلك الانتخابات الرئاسية الأخيرة هي يعني تتكئ وتستند إلى الانتخابات الرئاسية التي قبلها حصلت، وهناك حصل مفارقة هامة جدا يجب التفوق عندها، توقف عندها الكثيرون طبعا في أماكن أخرى وفي حوارات أخرى التي هي مسيرة لا يمكن تسميتها مسيرة بيروت. كل السوريين الموجودين في لبنان اتجهوا إلى السفارة السورية هناك، مع أنه كان في محاولات عرقلة كثيرة من بعض القوى في لبنان، حشد هائل رغم كل جميع أنواع العرقلة، ولم يصل الجميع للصناديق ولم يصوت الجميع، لكن المشهد هذا هو. هذه الانتخابات الأخيرة حصل شيء آخر، حصل يعني أهم من المرة الماضية من جهة، جهة ثانية في دي أقول أنا كمتابع للحدث أن لها أن للانتخابات أكثر من مدلول. مدلول الأساسي أن الشعب السوري مارس دوره وحقه في داخل سوريا وخارجها واختار، وخياره يعني جدد هذا الخيار خيار الرئيس الشعب أسد لأسباب عديدة، واحد من هذه الأسباب أن الشعب السوري فوض الرئيس بشار الأسد أنك تتابع هذه المسيرة التي حصدت فيها هذه النتائج الباهرة على الصعيد قيادة المعركة، قيادة التنمية، قيادة الاستقرار، قيادة الحياة في سوريا، على الرغم من كل الذي حصل ومن كل الإمكانات التي سخرت لعرقلة هذا الأداء الشعبي. الأمر الثاني هذا يعني أنه ليس فقط يعني تفويض شعبي للرئيس أو بالأحرى تصديق على كل ما حصل على الخطط الماضية ويعني منح لنقول علامة للسيد الرئيس، علامة الموافقة الشعبية على كل ما حصل، وبنفس الوقت تفويض جديد. نعم. إلى أين يعني تذهب بنا نحن معك، وبالتالي هذه قوة شعبية. أنا أعتقد أن الكثير من الرؤساء في الساحات العالمية يفتقدونها بهذا الزخم وهذه الطريقة. الشيء الثالث اللي أنا أقوله أنه هذا النقص الكم من الحشود التي حصلت بالنسبة للأصوات التي استوجبت أن يقدم الرئيس بوتين تهانيه وأن يشير إلى النسبة وإلى الكمية، بمعنى أن سوريا تمر بمرحلة عصيبة جدا، ومع ذلك اختارت بإجماع وطني وشعبي الرئيس بشار الأسد. هذا يعني هذا الذي ساهم الانتخابات ساهمت نتائجها بالفكفكة اللي عم نشوفها على الساحة العربية والعالمية تجاه الرؤية التي كانت سائدة تجاه سوريا، ونوع وفصفق الخطار أيضا، لأنه لا خيار إلا فصفق الخطار، لأن أنتم تقاومون شعب بأسره بهالحالة وليس الرئيس بشار الأسد، ولا تضغطون عليه، أنتم تضغطون على الأمة السورية كلها في داخل سوريا وخارجها إذا صح التعبير أمة السورية، نحن نؤمن الأمة العربية، ولكن يعني صار استجد مفهوم القومية العربية بشكل أو بآخر من نتيجة ممارسات البعض، لكن ليست في الجوهر. نحن نؤمن بهذا الخيار. على أي حال، استحقاق مهم جدا يشكل منعطف في تاريخ سوريا القادم، ويشكل منعطف في العلاقات البينية بين سوريا وشقيقاتها العربيات، وبين سوريا ودول العالم ورؤساء دول العالم أيضا الذين بقوا في رئاساتهم، الذين رحلوا أغلبهم رحل في الأصوات الشعبية، يعني شعبهم كان ضدهم. نحن العكس اللي حصل.
هذا ما أود يعني الإشارة إليه. أنا هو التفويض المتبادل بين الرئيس جميل والشعب، التفويض المتبادل بين الرئيس والشعب من خلال هذا الاستحقاق. جميل. السوري العام. أنا بدي أتشكرك كتير دكتور فايز، أنا بعرف أنه وقتك ما بيسمح لك تتابع معنا، أغنيت حلقتنا، شكرا كتير إليك. والله بكون ممنونك. شكرا يا أهلا يا أهلا. تحياتي. منتابع معك دكتور بنفس المحور. السؤال، بتشوف أنه هذه الانتخابات بتوقيتها ونتائجها غيرت من مفردات الصراع؟ أكيد، لأنه مثل ما حكوا الأخوة الضيوف الانتخابات جرت في وقت غير عادي، يعني بالنسبة للظروف التي تمر بها سوريا، يعني هم راهنوا على الظرف المعيشي، الظرف الزمني والمكاني، راهنوا على أتباعهم والمخابرات اللي هنن مجندين بالمنطقة، وإنه الشعب السوري وصل لمرحلة، فهنن جندوا حملة يعني كبيرة جدا إنه الانتخابات راح تكون العام الحاسم به، فهي كانت بمثابة اختبار الشعب أكثر ما هو اختبار رئيس الدولة، إنه من سيكون رئيس السلطة في سوريا. فالشعب هو اللي كان مختبر في هذه الانتخابات، لأنه هو كان يدرك، وهون أيضا من أسباب سقوط الهيمنة الأمريكية، وكأنه هي توزع السلطات على الدول، وكأنه أنا الدولي وأنا أحدد من هو يحق له أن يكون رئيس، وهالحكي هذا مخالف للقيم الإنسانية. الشعب كان رده انه الانظمه النظام السياسي، نحن بنعرف، نحن بنختار نظامنا، نحن بنختار رئيسنا، من يعبر عن امانينا عن تطلعاتنا، الرئيس الخاض معنا هالتجارب وهالصعوبات وهالتحمل هو الوحيد دون غيره القادر على استثمار ما تحملناه من 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 يعني بدنا نسميه من ضغوط ومآسي و حتى نستثمره للمستقبل. ما في بديل حكما، والشعب هو بيفهم هذه المعضله، فهذه المساله، فالشعب بإرادته اختار السيد الرئيس برغم الضغوط وبظرف. فهون أكد أيضا فشلهم هنون مفهوما للشرعية ومفهوما للسلطة ومفهوما لكيف بيتحكموا بالشعوب وبالأنظمة السياسية. فبالتالي بنشوف، وهلأ بنتقل للدكتور محمد، بتشوف أنه فعلا غيرت، برجع بعيد نفس السؤال، حابة اسمع كمان الإجابة من عندك، غيرت من مفردات الصراع نتائج الانتخابات أو إجراء الانتخابات بتوقيتها بحد ذاته هو حدث، غيرت من مفردات الصراع. يعني هناك من يقول دكتور أنه الانتخابات الرئاسية في سوريا أعادت العالم إلى أجواء الحرب الباردة بين معسكرين الشرقي والغربي، وما وبقي الانقسام موجود، والسيد الرئيس كان سيد المشهد. ده طبعا صحيح إلى حد كبير، لأنه بالفعل يعني الحرب على سوريا هي التي أبرزت فكرة التعددية القطبية من جديد. يعني قبل 2011 لم تكن روسيا موجودة في المشهد، ولم تكن الصين نفسها، يعني خلينا نقول إن الصين قبل 2011 كانت تقول أنها لن تنخرط في يعني السياسة العالمية قبل 2020، وبالتالي يعني الأزمة في سوريا هي التي يعني فرضت باندماج يعني الصين في السياسة العالمية، وهي التي أعادت روسيا للدور الكبير كقطب جديد في العالم، تستطيع أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع أن تجهد أحلام الولايات المتحدة الأمريكية، وتجهد مشروعات الولايات المتحدة الأمريكية، وتجهد هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعتقد أنها تهيمن على العالم في ظل القطبية الأحادية. أنا أعتقد أنه هذا الكلام يعني لم يعد يعني له يعني أي أثر على أرض الواقع. كمان خلينا نؤكد على أنه الأزمة السورية ويعني ما أفرزته أكدت أن الرئيس بشار الأسد، وهو رئيس لدولة يعني على الخريطة العالمية ليست بالكبيرة، إلا أنه استطاع بالفعل أن يقول أنه بمصاف القبار، ويستطيع بدولته أن يكون مستقلا في قراره السياسي، وحين يعقد
يعني تحالفات مع دول عظمى مثل يعني الصين وروسيا يستطيع أن يتعامل بندية مع هذه الدول ويفرض إرادته ويفرض يعني سياسات دولته ب يعني انحيازاتها الوطنية. وهذا ما حدث بالفعل، أن هناك انتصارا حقيقيا للإرادة العربية السورية، ولم يستطع أحد لا الأمريكي ولا حتى الحلفاء أن يؤثروا على موقف الرئيس بشار الأسد ولا على موقف الدولة العربية السورية باعتبارها مستقلة في قرارها الوطني وتستطيع أن تدافع عن قراراتها وتدافع عن ترابها الوطني. طيب نفس الانتخابات دكتور بسام، يعني مثل ما كان إلى نتائج سياسية خارجية أيضا كان لها نتائج في الداخل السوري، كيف تقرأ نتائج الانتخابات على الداخل السوري؟ أكيد هي أمنت نوع من الاستقرار ضمن هالاستقرار يعني انتشر على كل نواحي الحياة بشكل أو بآخر، الحياة السياسية وصراعات سياسية، حتى اللي كانوا يفكروا انه ضمن يعني المعارضه اللي كانوا يذهبوا لابعد مدى، اكيد حجم امالهم وحجم طبعا احلامهم اللي كانوا والمدعومين طبعا خارجيا ضاقت الى حد كبير، لانه الشعب بالنهايه هو قرر بمحض ارادته وباغلبيه يعني كبيره، وبالتالي يعني هذا الحكي عطى دفع يعني بالداخل استقرار، قوض آمالهم وارتباطاتهم الخارجية ويعني دساسهم وارتباطهم بطرق معينة، وعطى أكيد قوة لسوريا في الخارج لما بتكون الدولة يعني متماسكة. إحساس بالأمان طبعاً مهما كانت يعني رغم الصعاب، يعني نحن أكيد يعني وكأنه في معركة، نحن وراء القائد في المعركة في ساحة صحيح. المعركة الشعب أنه نحن انتخبناك حتى بالمعركة، نحن مو أنه فقط بحالة السلم، يعني نحن في حالة حرب، فهذه قيمتها حتى على الصعيد الخارجي، حتى الدول الحلفاء في بعضها كان يعني أنه باسم الديمقراطيات ومشاكي بالموضوع، ما يعني بعض الدول هذه الانتخابات عطيتها قوة، حتى دول الحلفاء صاروا يحكوا بطريقة كبيرة أنه الحكومة شرعية، الشعب منتخب بطريقة ديمقراطية، وبالتالي هذا أعطانا يعني قوة على الصعيد الخارجي وعلى الصعيد الداخلي. وكأن الشعب قال كلمته بمعنى يا سيادة الرئيس أنت قدت البلد في أحلك الظروف وسنتابع معك. أنتقل إلى ملف ثالث مع الدكتور محمد. دكتور، عادة طالبان لتسيطر على الحكم في أفغانستان. طيب السؤال، طالبان المعترف بها دوليا كجماعة إرهابية، هل قرأت أو لمست تأثير لهذه التجربة في تنظيمات جهادية أخرى باعتبار أنه قد تكون صارت ملهمة ونموذج ملهم بتكرار التجربة؟ اتجهت التجربة الطالبانية بهذا الاتجاه؟ قرأت يعني خلينا تفضل معك يعني خلينا نؤكد على انه تجربة طالبان هي نموذج ل يعني الهيمنة الأمريكية على الإرهاب العالمي. يعني خلينا نؤكد على انه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تسيطر على ساحة الفكر الإرهابي العالمي، وهي التي يعني هي صانعة الإرهاب الأول في العالم، وبالتالي يعني صعود حركة طالبان ليس بعيدا عن الهيمنة الأمريكية وليس بعيدا عن السيطرة الأمريكية وليس بعيدا عن الدور الأمريكي في دعم الجماعات التكفيرية والإرهابية حول العالم. وبالتالي هذه التجربة التي يعني يتعامل معها أو تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر طالبان نموذج تصدره إلى أماكن أخرى في العالم، وتقول أنها تستطيع أن تصنع يعني من قوى إرهابية أخرى يعني تعيد إحيائها وإعادتها من جديد وتصدرها لأماكن كثيرة من العالم. شايفين جماعة زي جماعة الإخوان المسلمين، تنظيم دولي يعني يحلم بالعودة بعد عودة طالبان، يحلم بأن يكون له دور على ساحات مختلفة، أيضا يعني تنظيم زي تنظيم داعش، هذا التنظيم الذي يعني ظهر في العشر سنوات الأخيرة أيضا يعني لديه أحلام وأوهام بالاستمرار بعد عودة طالبان. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم في هذا الملف بشكل
أساسي هي التي ترعى الإرهاب وترعى الجماعات التكفيرية والإرهابية، هي التي يعني صدرت للعالم بأن طالبان حركة إرهابية، وهي التي تحاول أن تغسل حركة طالبان الآن، وتحاول أن تصدر للرأي العام العالمي عبر وسائل الإعلام التي تتحكم فيها بأنها لم تعد حركة إرهابية، وأنها حركة يمكن أن تتصدر الحكم في دولة كبيرة كأفغانستان. أنا أعتقد كل المشهد يعني الأخير لحركة طالبان مشهد تتحكم فيه ويعني تلعب عليه الولايات المتحدة الأمريكية كي تهدد يعني الجيران أفغانستان أو يعني خصومها السياسيين في العالم، خاصة روسيا والصين بشكل رئيسي، لأن عدم استقرار هذه المنطقة ووجود جماعة إرهابية في سدة الحكم في أفغانستان، أنا أعتقد أنه بيهدد أمن واستقرار الصين ويعني روسيا بشكل حقيقي، وبالتالي هي رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية لخصومها السياسيين الذين شكوا أو عادوا ليشكلوا أقطاب جديدة بتنافس الولايات المتحدة الأمريكية. هاي لمجموعة هاي بالنسبة لمجموعة التحالفات اللي نحن شهدناها فيما بعد ما استلمت طالبان، لكن بدي ضل عن نفس الفكرة الأولى دكتور محمد مع الدكتور بسام، يعني بتأثير استلام طالبان إنه الحكم في أفغانستان هذا له تأثير بالخريطة، خريطة التنظيمات الجهادية في العالم، كيف ممكن تأثر؟ ممكن تقوي تنظيمات أخرى لكن تكون هي دافع لظهور التنظيمات. الحقيقة يعني من حقنا كلنا نتساءل إنه الولايات المتحدة دخلت على أفغانستان وانسحبت بانسحاب يعني 20 سنة إنه ما فيها أرسة نظام ديمقراطي بقوته وعتاده وعتيده، يعني قديش هالدولة قوية لم تفرز أي شيء 20 سنة، شو عملت هي بأفغانستان؟ انسحبت لتأتي طالبان اللي هي حاربتها البداية، يعني ما المشهد لم يتغير بشيء، وبالتالي هي دولة لم تأتي لإرساء ديمقراطية في دولة، ما هي دولة براغماتية. عندما حست إنه والله إنه طالبان يجب استخدامها لأغراض، أنا لم أأتي لمحاربة طالبان بالأصل، فيجب إحياء من جديد لطالبان واستلام زمام السلطة في أفغانستان لكي تستخدمها في مصالح مثل ما حكى الدكتور محمد، اللي الضغط على الصين على روسيا على تشكيل خطر على إيران. إيران طبعا احتوت الموضوع، هذا عرفت كيف احتوت طبعاً الموضوع، طبعا في ردود أفعال متباينة بالنسبة لجوار أفغانستان. كمان الدولة تلعب لعبة الذكاء، تعرفي كيف احتوت مصالح الموضوع سياسية أكيد. فهي عمليا هذا الحكي كمان بيأثر على المحيط الإقليمي، وأنه الدول الثانية ممكن تكون مثل ما بتحكي حافز إلى أنه والله هي طالبان فازت بالحكم، هذا شيء خطير للمنطقة، ويصير عدم استقرار في المنطقة، يعني المنظمات الراديكالية ممكن ترجع جهة دفع جديد، ممكن تظهر وممكن تعيد إحيائها وتعطيها قوي في المنطقة، وهذا تشجيع للإرهاب بالنهاية. بالضبط. يعني هو يحارب بالوكالة، هذول بتجندن أمريكا كي يحارب الدول، وهذه من يعني من مفرزات حروب الجيل الخامس. يعني هي لما بتجند جماعة أو تنمي جماعات على شكل طالبان في كل الدول العالم، هي بتدعمون إنه والله أمريكا عم تدعمون لهالدول كي تحارب نيابة عنا. يعني حروب الجيل الخامس ما بتعرفي مين عدوي، تنزلي على الساحة بتوجهي السلاح، ما بتعرفي العدو بشكل حقيقي، بيصير سيطرة على العقول، تشرذم بالأفكار وبالقيم وبالعقائد، وجماعات متخلفة يعني تضيع القيام، وهي هذه غايتها إنه تفتيت العالم لما بتشوف فيه ثغرة، ومنهم هذه مسألة طالبة. الآن أعود دكتور محمد لما تفضلت به بجزء من إجابتك، يعني بعض الدول رحبت بقدوم طالبان، البعض الآخر أرسل رسائل مرمزة مثل الصين، الآخر دعم هالتغير هذا مثل تركيا. طيب هالتغير الجيوسياسي بمنطقة نحن بنعرف أنه بتعج بالتناقضات بالصراعات، حكما سيؤدي إلى ظهور تحالفات جديدة، يمكن أشرت إلى حضرتك هالتحالفات بدها تترك أثرها الواضح والكبير على علاقات دول المنطقة، والسؤال هل أرادت الولايات المتحدة بانسحابها بالشكل الذي شاهدناها عبر الشاشات كلنا أن ترمي أكثر من عصفور بحجر واحد؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني ترغب في ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة
يعني أن توجه ضربات لخصومها السياسيين. بس خلينا نؤكد بقى أنه الولايات المتحدة على الرغم أن هي عملت كده، إلا أنه ردود أفعال يعني القوى المناوئة للولايات المتحدة الأمريكية والسياسات الولايات المتحدة الأمريكية استوعبت الضربة جيدا. شفنا رد الفعل الإيراني استيعاب للضربة، شفنا رد الفعل الروسي أيضا استيعاب ورد الفعل الصيني. يعني لم تسحب الصين وروسيا لم يسحبوا يعني بعثتهم الدبلوماسية، واستمر يعني هناك تعامل مع الواقع، وده ينم عن خبرات حقيقية على مستوى السياسة الخارجية للدولتين الكبيرتين، بمعنى احتواء الحدث. الروسي والصين. نعم تفضل. فأنا بشوف أنه بالفعل استطاعت يعني الولايات المتحدة الأمريكية أن تبعث رسائل كثيرة عبر ما فعلته بصعود طالبان من جديد، وانسحاب أمريكي كان يبدو أنه يعني مخزي إلى حد كبير، وأنه يشكل هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تقول أنها لا زالت تسيطر على المشهد، ولا زالت لديها أفكار في دعم يعني الوضع في أفغانستان، وأنها مسيطرة ولا زالت تسيطر، وأن طالبان تأتي بشروطها لسدة الحكم، وبالتالي انسحابها موجه للخارج أكثر منه أو لخصومها الكبار، وليس لي يعني الواقع الأفغاني أو محاربة لتنظيم بحجم طالبان. نعلم أنه يعني استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تكبته على مدار يعني أكثر من 20 عاما، استطاعت أنها تخفي هذا التنظيم ثم تعيد إحيائه من جديد، وكأنها ورقة تلعب بها في مواجهة خصومها. أنا بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية ناجحة إلى حد كبير في هذا، لكن أيضا يعني الأطراف الأخرى أو يعني الخصوم السياسيين للولايات المتحدة الأمريكية قادرين أيضا على استيعاب الموقف ولعب دور مهم جدا في التفاعل والتلاعب مع الولايات المتحدة الأمريكية ورد يعني كيد الولايات المتحدة الأمريكية على هذا المستوى. جميل. الملف الأخير معنا يمكن شيء 3-4 دقائق دكتور بسام، هو الأزمة الأوكرانية الروسية. ما مستقبل هذه الأزمة؟ يعني احنا كلنا بنعرف انه شو أهداف أمريكا في أوكرانيا، طعن روسيا في خاصرتها، تقويض حضورها إقليميا وعالميا، أو الضغط عليها في الملف السوري أيضا في الساحة السورية وبعلاقتها مع الصين. كيف ترى مستقبل الأزمة الروسية الأوكرانية؟ خاصة احنا عم نحكي عن حشود يعني عسكري. نعم، انه الوضع يعني اوكرانيا مثل ما بتحكي خاصرت يعني روسيا من جهه الغرب ومن جهه اوروبا تحديدا. نعم. اوكرانيا يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وظهور القطب الواحد مثل ما حكينا بعد الحرب البارده، اوكرانيا انفصلت عن الاتحاد السوفيتي واخذت حلف غربي الى حد ما. حاول الغرب طبعا، هو صار تدخل، هذه سموها الثوره البرتقاليه، صار عندهم انه امريكا كانت مؤيده لاحد الرؤساء البرلمان، فصار بعد ما فاز تتغير وصار يعني حليف للغرب ولامريكا. الحقيقة روسيا لا يمكن، أنه روسيا هذه ما أنا دولة صغرى وما أنا كثير يعني بتواجه، ما أنا من الدول يعني التي خياراتها محدودة، فلديها خيارات متعددة جدا، ولا يمكن أن ترضى بأن تكون أوكرانيا على حدودها وخاصرة بهذه الطريقة مدخل لأوروبا والنصر، يعني كسر التوازن ونشر الصواريخ على حدود تخوم محاصرتها. نحن عم نحكي عن أمن روسي، أمن روسيا يعني أمن محاصرتها عسكريا حتى اقتصاديا، يعني ضغط اقتصاديا، ضغوط اقتصادي الاتحاد الأوروبي على روسيا من الولايات المتحدة، ضغوط عسكرية من كل الجهات، يعني محاصرة روسيا. الحقيقة روسيا هذا الحكي لا يمكن، بدليل جورجيا نفس الحالة، يعني تكررت بجورجيا هذه المسألة عندما دخل الجيش الأحمر جورجيا ربيع براك، ما بيرضوا أحداث شيكوسلوفاكا ب 62 نفس الحالة عندما كانوا يكسروا التوازن على تخوم روسيا، ما بترضى روسيا انه هذه المسألة. طبعا مستقبلا انا متوقع انه
يصير نزاع ما في أوكرانيا يعني، وممكن الجيش الروسي يدخل أوكرانيا ويفرض بالقوة. بتتوقع يعني؟ متوقع بناء على السوابق، بناء على جورجيا مثل ما حكنا، وأحداث ربيع إبراج بتشيكوسلوفاكيا، لأنه نقطة كتير مهمة بالنسبة لروسيا. دكتور محمد، نعم. تتوقع نفس المصير؟ يعني أنا أعتقد إنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين أذكى من أن يتورطوا في حرب يعني أو مواجهات مع روسيا على الأرض الأوكرانية، لأننا نعلم جيدا أن روسيا تعتبر يعني أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لها، وبالتالي يعني الجيش الروسي على استعداد بالفعل زي ما أكد دكتور بسام على استعداد للتدخل في أي وقت، وبالتالي يمكن أن تنشب حرب عالمية جديدة إذا ما اشتعلت الأوضاع بالداخل الأوكراني. طبعا كان بيودنا لسه في ملف ثاني، ملف المفاوضات الإيرانية، وهذا كتير مهم وله تأثيرات، وكمان سؤال عريض يطرح بنهاية المفاوضات: هل ممكن أن تقدم أمريكا وبزراع إسرائيلية على الخيار العسكري؟ كان بودي أن أتابع معكم بهذا النقاش لكن الوقت انتهى. بدي لكم كل عام وأنتم بخير، الدكتور بسام أحمد، الدكتور محمد سعيد سيد أحمد، والدكتور فايز الصايغ. بدي لكم جميعا كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير اعزائي المشاهدين، عام سعيد اتمناه لكم ولسوريا الحبيبه وللسيد الرئيس بشار الاسد ولجيشنا المقدام. اقول لكم كل عام وانتم بخير، والى اللقاء في حلقه مقبله من برنامج المنصه. انت بألف خير انسيبه، يعطيك العافيه. شكرا كثير. شكرا يا دكتور محمد. شكرا استاذه حبيبتي.